امل الحمل، امل جميل جدا، والست بطبيعتها اكتر من الراجل تحب تكون ام. كل ما زاد سن المريضه كل ما قل فرص الحمل بالحقن المجهري، ومع ذلك في مرضى بنعمل لهم الحقن المجهري في سن متقدم شويه وربنا بيكرمهم بالحمل. الست من اول ما بتتولد لحد ما بتقطع الخصوبه عندها ربنا بيديها عدد معين من البويضات بتقعد تستهلك على مدار السنين دي. مينفعش ان انا كاستشاري نساء عمالش بتابع السيده بس، وما معيش مثلا استشاري ذكوره يتابع الزوج ده لما يكون عنده مشكله. انا في الاخر مهمتي ايه؟ ان السيده دي تحمل. انا ما اجيش بقى اعمل حاجه اقضي لها بيها على الخلفه. الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وجراحة المناظير النسائية بمراكز رويال للخصوبة بالمنصورة ومصر للخصوبة بالمهندسين وسي بي سي كابيتال عباس العقاد ومستشفى الكنانة بطنطا. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا وموضوع شديد الأهمية، شديد الخصوصية. كتير من الرجالة عندهم كونسبت معين وفكرة معينة أنه طالما عنده قدرة زوجية بمعنى قدرة جنسية فهو بالتأكيد يستطيع الإنجاب، وطالما هناك حالة من القذف أو طالما هناك إخراج للسائل المنوي إذن بالطبع هناك فرصة للإنجاب. كتير من الرجالة للأسف مش فاهمين أنه في فارق كبير جداً بين قدرة الرجل الإنجابية ومن قدرة الرجل الجنسية. فهذه عملية وتلك عملية أخرى، ده مسار وده مسار تاني. تكوين الحيوة المنوية وإخراجها في حالة جيدة، في حالة صحية جيدة، في حالة صحية صالحة لعمل الإخصاب، أمر يختلف تماما عن قدرة الرجل على الانتصاب وأداء الحالة الزوجية. ده شيء وهذا شيء آخر. وكمان برضو ما زال، ودي صعب قوي ان احنا نطلعه من دماغ الراجل الشرقي في غضون سنين قصيرة، اعتقد انه هياخد وقت، ما زال موجود بمختلف الثقافات، انه كتير من الرجال اللي عندهم مشاكل في الانجاب يصاحب هذه المشاكل مشكلة في الخجل، خجل من هذه القضية الطبية. اتكلم عنها الخجل اختلف تماما عن وصفه لأي قضية طبية تانية. احنا عندنا عموما في المجتمع الشرقي والمجتمع المصري خجل من ذكر المرض، ده مش موجود في مصر بس ولا في الشرق بس، انا شفته بره في اوروبا، في اوروبا وفي امريكا، بس طبعا على النطاق اقل كتير وفي حتت معينه كتير، لكن ما زال اخفاء او قلق من ذكر المرض واخفائه ده شيء يعني منتشر جدا. فكتير من الرجاله بيتاخروا في العلاج وبتأخروا في الذهاب إلى استشارة طبية نظراً إن هم شايفين إن ده عيب، عيب يمس رجولتهم هم. لا، اللي يمس رجولتك أنت إنك تكون شريف، إنك تكون غيور، إنك تكون واخد بالك من بيتك كويس، إنك تكون فعلاً قوام على بيتك بصح بالصح، ده بتكسب فلوسك من حلال، ده اللي يمس رجولتك. لكن الأمراض ما تمسش رجولتك بشيء. بس برضو ارجع اقول لكم ان الكلمتين اللي قلتهم دول مش هما اللي هيحلوا المشكله، لا دي عايزه ثقافه وعايزه تربيه من الصغير، من وانت صغير في المدرسه والمناهج التعليميه يكون متضمنه للمعنى ده، عشان يكبر الانسان عارف ان اللي عنده مشكله صحيه ده لا يعير بيها، ومش تقلل من ثقته في نفسه، ومش وصمه عار، ومش حاجه تخليه يخجل. كل دي جزء من الحياه. كلنا يا جماعه خلي بالكم لينا نصيب في المرض، كل واحد ونصيبه بقى. المرض ده جزء من الحياة. صحيح بنسأل ربنا سبحانه وتعالى عفو على العافية، لكن المرض انت كل واحد بقى اللي هيجيله سكر، يجيله ضغط، يجيله ده نظره ضعيف، اللي شعره هيقع، اللي يجيله ألم في المفاصل، اللي عنده مشكلة في تأخر الإنجاب، كل واحد بياخد نصيبه. وزي الرزق كده ما بيتوزع، ده جزء معاه، زي ما انت بتاخد الفلوس والرزق والنعم برضو لازم تاخد حاجات من دي، وشوف بقى هتشكر ولا مش هتشكر، ولا انت بتاع الجيد والحلو بس والوحش لا. فالكلام ده مهم قوي. النهارده حوار مع ضيفي العزيز بيبدع دائما في حواره، النهارده زي ما قلت لكم موضوع دقيق وفي تركات كتيره قوي
بقى نسمعها النهارده مع ضيف العزيز الاستاذ الدكتور احمد عاصم الملا استشاري الحقن المجاري وجراحات المناظير النسائيه بمركز رويال. اهلا بيك يا دكتور احمد، سعيد جدا بزيارتك. اهلا بيك يا دكتور ايمن ومشاهدينا جميعا اللي احنا بنستمتع ان احنا نتواجد معاهم، ويا رب يكونوا بيستفادوا من الكلام اللي احنا بنقوله، لان احنا يعني عاوزين نوصل لهم المعلومه بصوره مبسطه ويبقوا عارفين ايه الصح وايه الغلط وايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. هو المشكله دلوقتي طبيا ان في حاجات كتيره بدات تتعمل بتضر اكتر ما تفيد، لان مشينا بطريق مش صحيح. هو القصه ازاي اهيئ الطريق الصحيح للزوجين عشان يوصلوا للهدف بتاعنا كلنا، انه يحصلوا على الانجاب او الحمل. الازوسبرميا يعني مفيش حيوانات منويه في السائل المنوي. يعني الزوج ده لما يجي يعمل تحليل سائل منوي نلاقي العدد زيرو، مفيش حيوانات منويه، وبالتالي مفيش حركه او تشوهات، لا مفيش حيوانات منويه. فاحنا الحالات دي بيبقى فيه جزئين منها، جزء حاجه اسمها اوبستراكتيف يعني نتيجه انسداد في الطريق ما بين مكان التصنيع وما بين خروج الحيوانات المنوية، أو جزء نون أوبستراكتيف ده بيبقى جزء خاص بهرمونات وجزء خاص بحاجة تانية وأمراض تانية تؤثر على إخراج الحيوانات المنوية. وبالتالي الحالتين دول إحنا بنلجأ إن إحنا نروح ناخد الحيوانات المنوية عند الأزواج دي من الخصية، وبنقول لهم أنتوا حلكوا هو الحقن المجهري مع أخذ عينة من الخصية. تخيل بقى دكتور أيمن إن في سنين فاتت الناس دي ما كانش ليها حل، لما كان في عندنا تقنية قديمة اسمها أطفال أنابيب. الناس لحد دلوقتي مش فاهمة إيه الفرق بين الأطفال أنابيب والحقن المجهري. هو فرق معملي بحت، يعني هما نفس الخطوات لحد خطوة المعمل. فأطفال الأنابيب إحنا كنا بنسيب الحيوانات المنوية عدد تقريبا من 50 ل 100 ألف حيوان منوي حوالين البويضة ويلقحوها ب الطرق الطبيعية، يعني اللي بيقدر يوصل بيلقح. طب مشكلة زي الناس دي اللي هي ما عندهاش أصلا حيوانات منوية، أو العدد قليل قوي 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 ما يوصلش للخمسين والمئة ألف، ما كانش ليهم حل زمان. لما طلع الحقن المجهري أيام أطفال أنابيب، بس أطفال أنابيب أيام بقى طلع الحقن المجهري، إن إحنا قدرنا ناخد حيوان منوي واحد ونلقحه وندخله جوه البويضة بتاعتنا، وبالتالي نحصل على جنين من حيوان منوي وبويضة. طب أنا مش عارف أجيبه من السائل المنوي، بروح أدور عليه في مكان التصنيع بتاعه وهو الخصية. عشان كده برضو إحنا بنصر وبنقول إن كل مركز كويس أو مركز متميز لازم يكون فيه تيم وورك كامل. ما ينفعش أنا بشوف السيدة وعمال أعالجها وعمال أحضرها ومتناسي زوجها خالص، أو ما معيش أستاذ أو استشاري ذكورة ممتاز يقدر يشخص الزوج ده كويس ويعالجه كويس وأنا عالج الزوجة كويس، بحيث إن إحنا الاتنين نوصل بالزوجين دول للهدف بتاعنا وهو الحمل والإنجاب. أي مكان عشان يبقى ناجح لازم يبقى فيه التيم وورك ده، دكاترة أو استشاريين نساء كويسين شاطرين في مجالهم المجال الحقن المجهري، استشاريين ذكورة عشان يشخصوا الأزواج ويعالجوهم كويس ويحضروهم كويس لموضوع الحقن المجهري، معمل أجنة عندي كويس، في استشاريين معمل أجنة كويس يقدروا ياخدوا بقى الناتج بتاعي أنا والدكتور الذكورة اللي هو الحيوان المنوي من الزوج والبويضة ويلقحوها، ومعاهم أجهزة متميزة. ده مقومات نجاح أي عمل خاص بعملية الحقن المجهري، أو مقومات نجاح أي مركز خصوبة عشان تقول عليه مركز خصوبة محترم أو مركز خصوبة أنت تروح له. يبقى لازم يكون فيه المقومات دي. هيجي لك المريض، مش المريض، الكلاينت اللي عنده رغبة في الحقن المجهري هيبدأ يعمل تحاليل أكيد من خلالها نقدر نشوف حالته عامل إزاي. تمام. هو عمل التحليل السائل المنوي المبدئي لقيته آزو زي ما حضرتك كنت نتكلم النهاردة على الآزوسبرميا. هقوم أنا بدوري محوله عندي لدكتور الذكورة اللي معايا في نفس المركز، حضرتك الفلاني الفلاني عنده آزوسبرميا، وابتدي فحصه وشوفه. هو آزوسبرميا يعني إيه؟ يعني لا يوجد عنده سائل حيوانات منوية في السائل المنوي.
وبالتالي احنا خطتنا احنا الاثنين ان هنروح ناخد من الخصيه، بس مش هنقول له قوم يلا افتح الخصيه النهارده. وده بقى الاخطاء اللي بنشوفها يا دكتور ايمن. واحد عمل التحليل ده راح بيه لدكتور جراحه او دكتور مسالك، قال له لا ده انت عندك انعدام في الحيوانات المنويه، تعال اما نفتح لك الخصيه وناخد لك. وبيعمل الكلام ده في مش في مركز خصوبه، راح ياخد له في مستشفى خارجيه ولا هي مركز خصوبه ولا حاجه، يقول لك عاوزين ندور نشوف عندك حيوانات منويه ولا لا. ده انت مش دورت، انت قضيت عليه لسببين. اولا انت النهارده لما طلعت لو طلعت منه حيوانات منويه وديتها فين؟ انت قلت له انا عندي حيوانات منويه، طيب الحمد لله، طب جمدتها استفدت بيها؟ ما استفدتش بيها. حضرتك لما فتحت له كل ما حضرتك بتفتح الخصية دي بيحصل فيها مكانها حاجة اسمها تليف أو فيبروزيس، فممكن النهاردة فتحت لقيت حيوانات منوية بكرة أجي أفتح ملاقيش. طب حضرتك عملت له تحاليل هرمونات؟ في تحاليل هرمونات الغدة النخامية الـ FSH والـ LH، التستوستيرون التوتال والفري تستوستيرون، في حاجة اسمها الإنهيبين بي، دي حاجات عشان أتوقع الخصية دي ممكن تطلع ولا لأ، وفي تحليل وراثة، ما يمكن يكون هو كلين فلتر، يكون عنده خلل وراثي اصلا. ده بيبقى عن فلتر ده اكس اكس واي، بيبقى يعني 47 اكس اكس واي، بيبقى ده عنده خلل وراثي وهو ده اللي مسبب الازوسبيرميا اللي عند الزوج ده. ومع ذلك في حالات من الكليم فلتر، على الرغم ان فرص تطلعي فيها الحيوانات المنويه بتبقى قليله، في حالات بنلاقي فيها حيوانات منويه. بس بعد التحضير الجيد، وخصوصا ان حصل ثوره كبيره في قصه استخراج الحيوانات المنويه من الخصيه. زمان كانوا بياخدوا الحيوانات المنويه من الخصيه دي بالجراحات العاديه، كان ياخد هبهزرت كده يا دكتور ايمن، اللي هو ياخد حته من الخصيه ويحللها وخلاص. فللاسف ان هو ما بقاش عارف الاماكن اللي ممكن ياخد منها وبيضر الخصيه ضرر بالغ. دلوقتي طلع حاجه احدث واعلى كتير اسمها الجراحات الميكروسكوبيه للخصيه. الميكروسكوب الجراحي ده بيحدد الاماكن اللي ممكن يتواجد فيها حيوانات منويه، بيكبر ده شكل الميكروسكوب الجراحي اهو، اللي هو بيخش يبص ويكبر الخصيه دي كتير ويبتدي يدور على الاماكن اللي ممكن يطلع منها الحيوانات المنويه، وبالتالي بتبقى نسب نجاحه اعلى من الجراحات العاديه. وانا جالنا مرضى كتير فتحوا الخصيه مره واتنين ما لقوش حيوانات منويه، وبعد ما اتحضروا جيدا مع دكتور الذكوره في المركز وجم يفتحوا الخصيه بالجراحه الميكروسكوبيه عن طريق الميكروسكوب الجراحي ده لقوا حيوانات منويه. يبقى هي القصه كانت التحضير الغير جيد الاول والاجهزه اللي مش متقدمه اللي ما عرفتش اطلع منها الحاجه اللي انا عايزها. بس انا بقى بنصح الزوج والزوجه دول نصيحه. واحنا ليه بنتكلم؟ هتقولي انتوا بتتكلموا على الموضوع ده انتوا بتوع النساء ليه؟ المشكله الكبيره اللي بنلاقيها ان الزوج بينسى بقى الموضوع، بيقول لك انا المشكله فيا، هروح بقى اشوف نفسي مع دكتور الذكوره واخد العينه والكلام ده. اقول له لا، قمه الغلط. ليه؟ ساعات نلاقي الحيوانات المنويه دي عددها قليل قوي، لما نيجي نستخرجها من الخصيه ما تنفعش تتجمد، ويمكن ما يطلعش تاني حيوانات منويه. يبقى انا ضيعت عليه فرصه ذهبيه، ان هو كان ممكن زوجته دي تبقى متحضره وجاهزه، والحيوانات المنويه القليله اللي طلعت دي بعديها نص ساعه ولا ساعه دخلت زوجته وسحبت البويضات ولقحتهم وعملت اجنه. طب لو الزوجه مش متحضره؟ لا ده انا لسه هحضر الزوجه وهجمد الحيوانات المنويه دي، احتمال لما اجي افكها الاقيها ماتت، ما الاقيهاش كويسه. طب انا لسه فاتح له الخصيه من كام يوم ولا من شهر مثلا، هل ينفع افتح الخصيه تاني؟ لا ده انا محتاج 6 شهور عشان اعرف افتح الخصيه دي تاني، ويا عالم اطلع يا ما اطلعش. يبقى ليه انا عملت فيه كده؟ هيقول لي طب زوجتي هتتحضر على الفاضي؟ هقول له مش احسن ما نضيع عليك فرصه كامله؟ انا مش هدخل زوجتك العمليات الا ما الدكتور معمل اجنه عندي يقول ان انت طلعت حيوانات منويه، بس تبقى جاهزه ستاند باي كده. يقول لي اوكي اقوم مدخل حضرتك، ويكون دكتور الذكوره بتاعي حضرك جيدا. وهي دي الحالات فعلا اللي بتنجح وبيبقى نسب نجاحها في الحمل كويس في الحقن المكاري. وكتير من الحالات دي اللي اتحضرت جيدا وفتحت جراحات ميكروسكوبيه بعد مره واثنين وثلاثه جراحات عاديه لقينا فيها حيوانات منويه، والزوجه لقحنا البويضات بتاعتها وعملوا اجنه وزرعناهم جوه الرحم بتاعها وحملت.
يبقى احنا اديناهم الفرصة الصح او الطريق الصح. المشكلة في الحالات دي ان كتير منهم بيتحضر غلط، وبالتالي بيبقى جزء من فشل العملية هو التحضير الخاطئ وليس ان هو ما عندوش او في مشكلة. ايه الفرق بين تقييمك الطرق القديمة في التعامل مع الحالة والطرق الحديثة؟ الطرق القديمة زي ما قلت لحضرتك كانت بتضر الزوج، حالة الإعدام الحيوانات اللي هو احنا مركزين في قصة اللي هم الأزوسبيرمي، انه احنا عملنا تحليل للسائل البنوي لا يوجد حيوانات ان الطرق القديمة ما كانوش كانوا بيعتمدوا على ان هو ياخد عينات من الخصية بطرق عشوائية، وبالتالي ما كانش في بعض الحالات دي كتير ما مش قادر يجيب مكان الحيوانات المنوية الصحيح. ده واحد. تاني حاجة، أخدوا عينات كتيرة من الخصية زي ما حضرتك عارف بيخلي الخصية دي يحصل فيها تليف، وساعات حجمها يبتدي يصغر، وبالتالي لما يجي يفتح بعد كده مش قادر يجيب منها. لا، الجراحات الميكروسكوبية هو محدد المكان اللي هيروح فيه، مكبر الحاجة دي آلاف المرات عشان يعرف يجيب المكان ده. أخده للعينة بتبقى أكثر دقة، وبالتالي فنسب نجاح أعلى. فقلنا إن كل مركز عشان يبقى مركز متميز لازم يكون عنده حاجات الحديثة كلها اللي تأهله للتميز ده. يعني لازم يبقى عندي في المركز ده حاجة اسمها الميكروسكوب الجراحي، ما ينفعش إن أنا لسه ماشي بالتقنيات القديمة وبضر مرضايا بدل ما أفيدهم. لا، أنا عاوز أفيدهم، يبقى أديهم الحاجة الأحدث عشان في الآخر نوصل لنسب نجاح عالية بإذن الله سبحانه وتعالى. أنت نورتني وأسعدتني. الضيف العزيز الأستاذ الدكتور أحمد عاصم الملا كان في كعادته مبدعا في الناس الحلوة. خليكم دايما مع الناس الحلوة.